أولاً ده عيب خطير اللي هو بيقوله، لأن دي أماكن أولاً هتبقى غير مرخصة، غير مرخصة، وده دور وزارة الصحة في متابعتها، وأعتقد إنهم بيتابعوها دلوقتي، وإحنا قرينا كتير قوي عن أماكن مسكوها ناس فاتحينها وبيقعدوا 10 ل 15 في الأوضة وحاجات كده. ده كلام غير مقبول ونون بروفيشنال، والناس اللي بتشتغل عليه ناس غير متخصصة. بص، في نقطة مهمة قوي وخطيرة الحقيقة بيعملوها، يجي واحد بيعتبرها بيزنس وياخد شقة أو عمارة حتى، وبعدين يرخصها. يرخصها إزاي؟ هو مش دكتور. يروح جايب دكتور صغير وحاطط اسمه على الرخصة، والدكتور ياخد فلوس وخلاص، الدكتور ما بيعرفش حاجة ويسيب. ده لازم يتحط لها آلية، لأن ده كلام فارغ، لأن دي اللي هو بيتكلم عليها الحاجات دي. ده كلام فارغ، ودي بتسيء إلى المهنة دي، نمرة واحد طبعا. نمرة اتنين، بتدي باد امبريشن للمريض، بتدي انطباع سيء عند المريض وتخليه يعزف عن الالتجاء إلى العلاج. يا جماعة، اللي بيتعاطى ده مش مجرم، ده مريض، ويجب أن يحترم. ويجب أن يعامل بآدمية المفروض. بالعكس، ده أنت طبعا. لما بتعامل واحد بطريقة كويسة، ده المتعاطي ده أنت لازم تطبطب عليه وتاخده في حضنك. دول بيبكوا على فكرة، العيال دي حساسة جدا وفي منتهى الذكاء، بس احترمه، عامله كويس. في حاجة كمان عايز أقولها مهمة قوي للأم والأب. الولد لما يتعالج ويرجع البيت، ما ينفعش كل شوية، ولا مراته حتى، كل شوية تكلمه في الموضوع دوت. يعني لو رجع البيت مبسوط، هو مبسوط ليه؟ ده أكيد واخد. رجع متعصب ومتضايق، هو الواد متضايق النهاردة، ما خدت بالك؟ ده في حاجة غلط. رجع جعان ياكل، هو بياكل كتير، إيه ده؟ أو رجع ملوش نفس ياكل، الواد ما بياكلش، نفسه مسدودة. نام، هو بينام ليه؟ سهران، الله، هو مش عايز ينام ليه؟ فكل وحش، ما كلش وحش، صهر وحش، نايم وحش. فلما يكلموه في الحاجات دي هم بيضايقوه. طب ده انا كنت باخد وانتم مش دريانين، طب انا بقيت كويس، ساعدوني ان انا افضل كويس. فانا دايما بقول ما تتكلموش في الحاجات دي معاه كتير، بس هذا لا يعني انك ما تتابعوش. طبعا تابعوا طبعا، بس تابعوا، بس ما تخنقوش، ومش كل شويه تفكروا بيها. ما انت كنت فاكر لما كنت بتاخد. ما ينفعش مراته تقول له الكلام ده، او اهله يقولوا له هذا الكلام. دي حاجه في منتهى الاهميه، بيبقى لها دور في ان الولد يعند، وطبعا هياخد بقى، انتوا يعني كده مش عاجبكم هروح واخد. فدي مهمه جدا في طريقه وكيفيه التعامل. حاجه تانية برضه عايز اقولها للام، لو في ابنك او بنتك بتتعاطى، انا رايي ابعدي الاب، ما تدخلوش طرف. انت مع ابنك او مع بنتك، قولي له احنا عندنا مشكله، ما هو لازم يعرف ان عنده مشكله الاول. احنا عندنا مشكله، تعال نحلها انا وانت مع المكان المتخصص او الدكتور، بدون ما يعلم والدك وباباك، مش هيعرف ومش هنقول له. يبقى قوه حتى بتخوف يعني من على بعد. الواد يبقى عامل حسابه، بس هي لازم تقول لابوه. بينها طبعًا وبينه طبعا طبعا، تقول له، ولازم هو يظهر انه ما يعرفش. ليه؟ أنا عايز ما اكسرش الحاجز اللي بين الأب والابن. يفضل الأب أب والابن ابن. لكن أنا بشرب سجاير وأبويا ما يعرفش، ببقى خايف بشرب في الأوضة. أنا بشرب سجاير وأبويا عارف، طب ما هو عارف. ما خلاص. فأنا مش عايز الحتة دي، عايز أسيبه كجوكر. يبقى الولد عايز، يعني أنت مش تقولي له لا مش هقول، وما تقولوش فعلا قدامه، لكن هم يبقوا متفقين على كل حاجة. ما ينفعش الأب يبقى مغيب. لازم يبقى عارف. بس في نفس الوقت انا بدي دافع للولد انه يتجه للعلاج، وفي نفس الوقت بحافظ على صورة الاب طبعا. وفي نفس الوقت انا بحتفظ بحاجة ممكن استخدمها في وقت الزمن. طب تعال.